وهذا سائل يقول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر دائما أم أحيانا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا راتبة الفجر، ما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا، ولا ذكر عنه أنه ترك الوتر مرة واحدة أو ترك ركعتي الفجر، بل كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في السفر والحضر.